عندنا تفاصيل كتير هنتكلم في ضربة الجزاء دي واحتسابها والأمور التحكيمية كالعادة. معانا على التليفون كابتن سمير عثمان خبيرنا التحكيمي. يا كابتن سمير مساء الورد. نور يا كابتن إبراهيم، أهلا وسهلا. أخبار حضرتك إيه؟ أهلا وسهلا. الحمد لله يا كابتن، الحمد لله. والله إحنا مبيتين عليك من قبل ما الماتش يا كابتن سمير، خليك معانا. فكرة بقى انك تقفل التليفون وعشان الماتشات في حالتها. لا 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 ها لا اوعى. لا 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 انا بيع التليفون اصلا مش تقفله. اخبارك يا كابتن سمير كله كويس؟ الحمد لله يا كابتن. الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما. طيب يلا تعالى نبتدي معاك الحالات التحكيميه للقاء الاهلي والاتحاد السكندري. بس عاوزين نشوفها واحده واحده عشان انا كان عندي ماتش طنطا واسوان ماشي ولسه راجع في الطريق، يعني هشوفها مع حضرتك دلوقتي. يلا واحده واحده هنتفرج على ضربه الجزاء ونتناقش، وهسالك كل الاسئله كما لو اننا بنتكلم على الاتحاد وكما لو اننا طرفنا الاهلي، كل الاسئله بكل المقاييس. يعني هنحلل يا كابتن ابراهيم صوره بغض النظر، يعني اهلي اتحاد زمالك وفقا للرؤيه القانونيه. يلا بينا نبتدي بالكره اللي تم احتسابها ضربه جزاء لصالح الاتحاد السكندري، وهي اللي كان فيها قرارات اداريه ببطاقه صفراء. ده الانذار الاول بتاع احمد فتحي، ماشي كده، علشان بعديها هنبقى نستخدم الجزئيه دي. خلينا نبتديها واحده واحده. ده انذار سليم طبعا لافساد هجمه واحده. لا يعني ما هاتوها لنا ايوه كده يا شباب واحده واحده عشان الكابتن سمير يبقى يدينا القرار النهائي. طبعا انت عارف في 3 ثواني بس فرق. ماشي. لا على الاقل من مهلك. لا طبعا طبعا خطا على احمد وانذار سليم. انذار سليم. ماشي كده. نروح بقى لضربة الجزاء والقرار الإداري اللي كان بعدها لما راح للفار. لا مش عايز اشوف ضربة الجزاء، احنا عايزين نشوف مين حسب ركلة الجزاء، الحكم ولا الفار الأول؟ ما احنا خلينا واحدة واحدة، أنت قلت لي أنا عايز أتفرج عليها أكنها على الهوا، هو الفار اللي حسبها بس خلينا الفار كده اللي حسبها. ادي الكرة اهي ملعوبة. وانا عارف انه في 3 ثواني فانا بدي لك براحك تتفرج على الكرة على اقل من مهلك. تمام. واخلي كمان زمايلنا في الكنترول يجيبوها لك من كل الزوايا. كل الزوايا المتاحة بقى. لا في كان في مش في الفار كان في زاوية تانية أنا شفتها كابتن إبراهيم نور الدين وهو بيتفرج على الفار، كان في زاوية تانية فهاتوها لنا برضو من الفار عشان الكابتن سمير. أيوة الله ينور عليكم كده، لأن هم في الفار عندهم زوايا مختلفة يا كابتن سمير. عندهم زاوية مختلفة. بص دي واحدة وفي واحدة من الجنب، في واحدة من الجنب أنا فاكر يا بيومي. لا دي كويس. في حاجة تانية؟ كمل 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 كده يا بيومي. اما اقول لك كابتن ابراهيم عاوز نوقف الكره بتاعه الفار تشيك، يعني عشان نتكلم على الصوره. اوكي ماشي. هل في حاجه ثانيه اشوفها ولا خلاص؟ لا خلاص. طيب بهدوء كده عشان تبقى واضحه للناس. لا نرجع بقى نرجع. هاتولنا بقى اللعبه. طبعا ده لاعب الاتحاد السكندري اصابه كانت على وجهه جامده شويه، محمود رزق. طبعا احمد ما يقصرش طبعا. تمام اوكي نرجع بقى نشوف الفار تشيك. هنا مبدئيا واحنا عاوزين نتفرج على الكره دي احمد فتحي بيلعب الكره وهو مش شايف ان في حد وراه. مظبوط مظبوط. حلو قوي. احنا عندنا في حاجه اسمها تعمد في قانون كره القدم اسلام، وعندنا في حاجه اسمها اهمال وتهور واستخدام قوه زائده. هنمشي خطوه 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 يعني خطوه. احمد النهارده بيلعب الكره وهو مش شايف اللي وراه. ماشي خلاص. بس هل بقى دي اهمال ولا تهور ولا استخدام قوه زائده؟ اليد جايه من ورا. اما نقف بقى على الكره، ايوه نقف هنا بس في الفار تشيك واحنا نتكلم بس في المثال. عندنا يا كابتن ابراهيم لو اللعيب اللي لابس اخضر ده نزل تحت وسطه وهو بيلعب الكوره. ايوه لعيب ثاني. لو انا اللعيب اللعيب ده لابس اخضر تحت وسطه ولابس اخضر نزل تحت وسطه وهو بيلعب الكوره تبقى ركله حره غير مباشره. ركله حره غير مباشره على لابس اخضر. على اللي لابس اخضر. على لو راسه نزلت تحت الوسط. ماشي. بتاع اللعيب يعني ابتدت راسه نزلت تحت الرجلين عند قربت من الركبه. ماشي. تمام؟ ماشي. تمام؟ الكوره اللي احنا شايفينها دي لا رجليه ما نزلتش لتحت. اسف راسه ما نزلتش لتحت. تمام. رجل احمد مرتفعه، هي مرتفعه ارتفاع طبيعي.
عشان تلعب الكره، بالرغم هو مش شايف، بالرغم انه مش شايفه، بس راس اللعيب بتاع الاخضر ما نزلتش له النزول اللي فيه خطوره على لعيب الاتحاد الثاني. لو لعيب الاتحاد كان نزل، يعني نزل مثلا بحوالي 10 سم تحت، دي تتحسب ركله حره غير مباشره على لعيب الاتحاد. انما يعني بالشكل ده يبقى في خطا على احمد فتحي وداخل منطقه الجزاء، تبقى ركله جزاء وانذار بسبب لعب التعود. طيب اسالك سؤال، دلوقتي دايما بيتقال انه طالما اللعيب هو اللي نزل بدماغه للكوره، هتقعد لنا تاني يا شباب، هتقعد لنا تاني يا شباب من فضلكم. طالما اللعيب هو اللي نزل بدماغه للكوره يبقى بتتحسب عليه. ما ده انا اقول، ما احنا ده قلنا. لا طيب قلنا مش نزل الكوره فين؟ نزل تحت مستوى جسم، يعني تحت الوسط. نزل يعني تفتكر امبارح تفتكر الكوره بتاعت ماتش الزمالك، لعيب في الزمالك نزل لعب الكوره براسه. امام عاشور. دي تتحسب ركله حره غير مباشره عليه. لان راسه شكلت خطوره على نفسه. طيب طالما انت بتشكل خطوره على نفسك انت تتعاقب. اللعيب الاخضر ده لو كان نازل اكتر من كده لمستوى قدم احمد، خلي بالك احمد اللي رجليه عاليه، احمد رجليه عاليه، مش رجليه، مش رجليه في مستوى اللعب العادي، في مستوى اللعب العادي. وبرده يعني مثلا خليني اسالك ايه كل الاسئله، العب معاك كل الالعاب. يعني فلنفترض ان الراجل بتاع الاتحاد السكندري ما دخلش بدماغه، دخل برجليه، دخل بصدره، فاول على احمد فتحي؟ هتبقى فاول على احمد فتحي برضه؟ لانه خبطه. بغض النظر هو شافه ولا ما شافوش. يعني النازله اللي بالدماغ ديت، هنا برضه بتتحسب على احمد فتحي؟ بشرط حاجة، عارف لو النازلة بتاعت الأخضر دي نازلة لتحت شوية، يعني تحت 10 سنتي في مستوى رجل أحمد فتحي أو في مستوى رجل أي لعيب، لا هتبقى على الأخضر. إنما أنا هسألك سؤال، طب نعمل حاجة تانية، لو أحمد مش موجود اللعيب ده يعرف يلعب كرة براسه ولا لأ؟ صح؟ في مستوى الرأس. ماشي، بس إحنا أنا ليه بقول لك كده؟ لأنه عادة الكرات اللي شبه كده لما إحنا لو الكرة تحت شوية، دوستيريا يا كابتن ابراهيم، لو الكرة تحت شوية يبقى امشي مع كلام حضرتك. لو الكرة تحت شوية، انما في دي ما زالت في مستوى اللعب الاثنين، بتبقى ممكن الرجل يلعبها وبرضه واللي يلعبها بالرأس تتلعب، ده في مستوى العادي. الكرة انا بعيدها لك تاني عشان بس الناس اللي بتشاهدنا وبتسمعنا دلوقتي. لو الكرة دي واطية شوية، واطية اقل من كده، ركله حره غير مباشر على لعيب الاتحاد السكندري. تمام. طيب هنا الى ما ارتكن الحكم على احمد فتحي بالحصول على بطاقه صفراء، طالما انه تهور. طب حضرتك بتقولي ان هو ما كانش شايف اللعيب. ما حته الشايف دي يعني فيها تعمد، احنا شايف يعني تعمد في اهمال. وفي تهور وفي استخدام قوه زي ده، صح؟ هنا خلاص في تهور. يعني برضو اسال سؤال، هو مش شايفه. برضو اسال سؤال، الكوره هاتوها لنا، ارجع بيومي من فضلك، واحمد فتحي عينه على الكوره ومش شايف اللي في ظهره، تعال نبص كده. ما هو مش شايف، هو فعلا مش شايف. انا معاك، لانه هو مش شايفه. ايمن اشرف ممكن يكون هو اللي شايف، انما اللي مش شايف فتحي، فهو لقى دماغ في رجليه. عرفت كده اوصل انا هو ده التعبير اللي انا عايز اساله. انا عرفت والله، انا بس المشكله هو ده قانون، انت بتتكلم في حاجه فعلا بس قانون. لو بعيد لك تاني بس عشان خلي بالك اللي انا بقوله ده، هتلاقي اللي بيشجع جمهور النادي الاهلي مش مقتنع خالص باللي انا بقوله. تمام. بس انا بتكلم قانون، لو اللعيب الاخضر ده راسه مستوى راسه نزل اكتر من كده، نزل لتحت، شايف رجل احمد فتحي دي، عارف لو نزل اكتر من كده، لا ركله حره غير مباشره على لعيب الاتحاد. ماشي، يبقى الحكم لحضرتك في هذه اللقطه تحديدا انها ضربه جزاء صحيحه للاتحاد السكندري، والفار كان سليم، وقرار ابراهيم نور الدين كان سليم. طيب هنا البطاقه الصفراء الثانيه مستحقه بالنسبه لاحمد فتحي؟ طبعا بسبب التهور. في لعب التهور، واعتقد اللعيب ده ممكن قد يكون اصيب. طيب نروح للي بعديها، حكم المباراه برضو بيروح للفار في اللقطة ديت، وهي لقطة شوية كلنا لما وقفنا عينينا راحت على ديانج، هو ديانج حط ايده على دماغه في ايه؟ طب هي الكرة عشان هو ضيعها، فلا لما اتعدت اتضح انه لا، حمدي فتحي. تعال نبص كده وقول لي. ماشي، انا عايزك تبص على قصة 18 لعيب الاتحاد ولعيب. ايوه النادي الاهلي. ده في شدة جوه، كويس قوي.
خدت بالك؟ هو اللقطه هنا، اللقطه هنا مش هناك، مش عند ديانج خالص. خد بالك. ادي لك القرار ولا اشرح لك؟ لا ده انت هجيبها لك من كل زوايا الكون عشان خاطر ايه؟ هي مش محتاجه يعني، هي مش محتاجة. لا اكمل لك برضو، معلش خليني اكمل لك برضو الفار كله عشان يبقى حكمك حكم قاطع ونهائي. عشان برضو عايز اسالك، هي من بره ولا من جوه؟ خلينا افرجك على اللقطه كلها. الصوره دي ممتازه، الصوره دي ممتازه. ماشي كمل لنا بيومي، كمل لنا بيومي. الصوره دي صعبه. الكره دي صعبه، هجيب لك برضو زاويه ثانيه. يعني الصوره الاولانيه كانت حلوه يا كابتن. ماشي، لا هجيب لك كذا زاويه، هجيب لك كذا زاويه. أوكي. يلا كملوا يا شباب، كملوا يا شباب من فضلكم. كملوا. ما جابش الفار، ما جابش زوايا تانية. انا بيتهيالي جاب زاويه بالعرض، بيتهيالي. هو لو جاب الزاويه الاولانيه يبقى تمام. طيب طب اعملوا لنا زوم اكتر كده عشان الكابتن سمير برضو زوموا لنا عليها اكتر. تمام، يلا يا كابتن سمير هاتوها لنا بقى كده. يلا العب 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 يا بيومي، خلينا نتفرج عليها. يلا ماشي، ده الفار اللي بيزومها. اوكي ممتاز ممكن بقى بيومي وسباعي يقولنا الكره الاولانيه اللي هي كانت من الجنب. انهي واحدة؟ خلص؟ هاتوا لنا اللقطة بقى بتاعتنا، بتاعت الماتش مش بتاعت الفار. بالظبط. تمام. ايوه كمل. تمام بس كده. تمام بس. بص، عاوز القرار ولا الشرح؟ عايز كل حاجة يعني. أنا عايز كل حاجة. هنبتدي. حكم الفيديو يتدخل في حالة من ضمن الأربعة اللي إحنا شايفينها، ركلة جزاء أو لا ركلة جزاء. هنا حكم الفيديو شاف ايه؟ ركله جزاء. تمام؟ فاستدعى حكم المباراه. تمام؟ ايوه. القرار في الاخر بيبقى لحكم المباراه. طالما الكره دي لو حكم الفيديو شايفها انها من بره، خلي بالك. لو حكم المباراه شايف الكره دي من بره، تمام؟ ما يحسبش حاجه. ما ينادهوش اصلا. بس الكره دي من جوه. الكره دي ركله جزاء سليمه. الكره دي ركله جزاء سليمه. بص كده على ايد الراجل، بص كده على ايد الراجل بتاع الاتحاد، ماسك الراجل بتاع الاهلي. الاهلي وسابه فين؟ لا خلي بالك. سابه فين؟ بعد ما وصل للخط. بعد ما وصلوا الخط. طالما ان احنا بص بس هنا. بص اللي قبلها ارجع يا بيومي، ارجع لحظه واحده. بص، طالما ان ماسكه وعلى الخط، الخطوط من ضمن المناطق. نعيد تاني، الخطوط من ضمن المناطق. طالما في شد واستمر الشد ده من على الخطوط، تبقى الكره داخل منطقه الجزاء، يبقى دي ركله جزاء. دي اتحسبت؟ لا دي ركله جزاء لل. طيب ليه؟ عايز اسالك بقى سؤال، ما انا برضو عايز اسال برضو، انت قلت لي هدي لك الشرح. يبقى القرار من وجهه نظر حضرتك انها ضربه جزاء، والفار لما وقف الكره كان كان قرار سليم. من وجهه نظر مش شايفها ركله جزاء. ليه؟ لو هي، بص يا كابتن، لو هي من بره ما ينفعش تناديه. طيب اللي برضه هسألك كل الأسئلة برضه عشان كل الناس اللي قاعدة بتتفرج عندها كل الأسئلة. طب أصلا أليو ديانج ما تصرفش بالكرة كويس، والكرة ضاعت منه، الكرة وقفت تحت رجليه، هو سبق الكرة والراجل راح مطلعها، فما فيش نزاع على الكرة هنا بالنسبة للعيب الأهلي والاتحاد. فهيقول لك طب ما تشرح لنا الحالة دي. طب ما هو ما فيش كرة هنا، أنتوا إزاي أشرح بطريقة أحلى. يا ريت. لو الكرة عند الشناوي، ركز معايا، لو الكره عند الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي. لا بص، انا اشرح لي الحته دي. الكره طالما انها الكره في الحاله دي. لا انا عايز الكره في الحاله دي. ادي دلوقتي اليو ديانج الكره راحت منه اصلا، ماليش دعوه بالكره خالص. مالناش دعوه بالكره. سهلها لك، طالما الكره داخل ارض الملعب، اي خطا في اي مكان تحتاج. عيد تاني، طالما الكره في ارض الملعب ولعب شغال، اي قرار يتم احتسابه والمعاقبه عليه. يعني مش اليون جنج هنا، حتى لو راح عند الكورنر هناك، حتى لو الكره مش مشتركه، ما فيش نزاع عليها، طالما حصل خطا جوه المنطقه. انا بقول لك ايه، لو عند الشناوي ورا. بقول لك عند الشناوي ورا، بس طالما الكره في اللعب، لو الكره في اللعب وحصل خطا، ركله جزاء. والكره من جوه دي ضربه جزاء صحيحه طبعا. اهي بص، خلي بالك، لعيب النادي الاهلي ينتمي لبيومي لو سمحت. بس بص، هنا ما زال في ايدين، في ايد اهو، خلاص ركله جزاء دي من على الخطوط. واللي يأكد النقطة دي، حكم الفيديو بيستدعي الحكم أما يبقى فيه احتمالية ركلة جزاء. طب العبوها لنا بقى كلها على بعضها لحد ما يخلص الكابتن إبراهيم نور الدين وياخد قراره، عشان آخد برضه منك التعقيب. الكابتن إبراهيم شافها إزاي وكانت إيه وجهة نظره؟ هي كده الكرة دي المفروض إن هي بقت كورنر.
خلاص كملوها لنا بقى كده. طبعا إيه؟ ابراهيم صعب يشوف الكره زي دي، بس حكم الفيديو هدايا. هو راح له كهربا هنا برضو بيقول له كابتن بص عليها. ف ابراهيم يعني ايه قال له طب يا شباب طب عاد طب ايه ارجع كله ارجع مكانه اروح اشوف. وراح يبص على قالوا له تعالى بص عليها. طبعا هو هنا حكم الفيديو بيقول له تعالى اعمل ريتشيك على الكوره. فبيعمل الاشاره وبيطلع يشوف. المباراه خد بالك كان وقفت شويه حلوين. انت في الدقيقه كام؟ كانت في الدقيقه 90. الدقيقة 90 دي كانت تخلص بالنسبة للأهلي الليلة النهاردة، يعني لو كانت ضربة الجزاء دي تم احتسابها وسجلت يعني على فرضية إن هي سجلت يعني. بص حاجة بقى لك لحد الآخر والفار كملوا يا شباب كملوا، لأن الكابتن إبراهيم أخد برضه شوية وقت فيها. طبعا. وأفهم منك برضه هو بناء على إيه؟ طب إبراهيم شاف الزاوية دي بس؟ هي يا كابتن ما قدام حاجه كده، ما دي زاويه الفار اصلا، دي الفار تشيك. ما جابوش الزاويه اللي انا وانت كنا بنتفرج عليها؟ لا. طب كملوها. انا عايز اللقطه كلها كامله عشان يبقى الحكم قايم. الفار تشيك كلها. الفار تشيك كلها، اكننا بنتفرج على الماتش لايف يا شباب. كابتن هو محمد ابراهيم المدرب العام لنادي الاتحاد السكندري، هو بيتهيألي مش المفروض ان هو يروح في الحته دي، صح كده؟ ممنوع طبعا. ايه ده؟ ممنوع. انا ما خدتش بالي منه. طبعا. ده ياخد انذار على فكره. بس خلي بالك دي مسؤوليه الحكم مرابط. بص ادي الزاويه الثانيه، جابوا له الزاويه الثانيه يا كابتن اهو. لا هي في الفار تشيك، هي جابوا له الزاويه اللي انت كنت عايز تحكم عليها، اللي انت حكمت منها. خلاص. بس في كملوا يا شباب كملوا. بس لا خلاص في لا طبعا في استمرار مسكه الايد الشمال بتاع لاعبي الاتحاد للشمال بتاع لاعبي النادي الاهلي. بس خلي بالك انت شايف ابراهيم قعد بيعيدها كذا مره ليه؟ ان واضح برضو الدنيا مشوشه، بس احنا نقف هنا هي دي بس. ارجع ثانيه يا بيومي. مشوشه ليه يا كابتن؟ مش هو قانون واحد وحضرتك اما شفتها ابراهيم لقطتها من اول مره؟ ها انا بقول لك على الصوره اللي ابراهيم شكلها شكله. هو في تشويش بالنسبه للصوره عنده. انما اللي احنا جبناها دي اللي احنا واقفين على الخط طبعا ركله جزاء. ركله جزاء. طبعا. اذا ضربه الجزاء بتاعه الاتحاد السكندري كانت ضربه جزاء صحيحه، والاهلي كان له ركله جزاء لم تحتسب واحتسبها الكابتن ابراهيم نور الدين ضربه ركنيه. والتوقيت بتاع الكره دي برده كان توقيت حساس جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي. طيب هنا لما بقى عندنا الخطا ده، هنا ده خطا مين؟ خطا الحكم ولا الفار؟ الحكم مسؤول مسؤوليه كامله عن المباراه. مسؤوليه كامله. حكم الفيديو ده حكم مساعد راي استشاري. هو بيجيب له افضل الصور. بس على حكم الفيديو برضه ما تدخلش في الكور اللي لا تعنيه. يعني في الكره الاخرانيه دي حكم الفيديو شايف انها ركله جزاء عشان كده ناداه. وحكم الفيديو شايفها انها بره ال 18 ما كانش هيناديه اصلا عشان ممنوع ما ينفعش. طيب عارف النقطه دي يا كابتن ابراهيم؟ لو هي بره ما كانش هيناديه اصلا. ما كانش هيناديه اصلا. هو ناداه علشان هو شاكك ان هي من جوه المنطقه. هو ندى عشان هو متاكد انها من جوه، دي مش شاكك. هو متاكد. لو شاكك مش هيناديه. هو متاكد. لو حكم الفيديو شاكك مش هيناديه. عشان هو عنده اربع حالات بس اللي يخش فيه.